آمنت برسالة التعليم وبرسالتها الإنسانية، فكانت المدرسة والأم لطلابها. تحدت الجهل بمشاعر نور أنارت درب طلابها، وعلمتهم أبجديات الحروف وأبجديات حب العمل والوطن. جميلة علي رمضان المدرسة الملهمة هو رحلة في عالمها لنعرف كيف كانت من صناع النجاح. كان يا مكان بأدين الزمان بسالف العصر بالأوان لحتى كان يحكى أن صيادا يذهب كل يوم إلى تلك البحيرة ليصطاد سمكة يعتاش منها هو وزوجته. إحدى المرات أتى بالسمكة إلى زوجته يحيى. هذا هو صيادي، هذا هو الصياد الجميل، اصطاد السمكة يا يحيى. أول شغلة بحب أقول قم للمعلم وفي تبجيلك كاد المعلم أن يكون رسولا. طبعا الأنسة جميلة علمتنا بالإضافة للديانة الحب والإخلاص للوطن، وأن نحب بعضنا ونتعامل مع بعضنا البعض بالأخوة، ونحن ما رح ننسى لها المعروف، وشو ما سوينا لها ما فينا نعوض لأي شيء من اللي ساوت لنا إياه. هذه الملذات أغرته على أن يستثمر الست ساعات التي أعطاه إياها الوالي في أخذ المجوهرات. ما العمل؟ ما الحركة؟ ما الموقف الذي سيقوم به؟ يا الله، الوقت يمضي، الوقت يمضي، الوقت يمضي. برأيكم يا أطفال، هذا الوقت الذي مضى وهذه الجوهرة التي ضاعت وأخذها الوالي، هي عمره الذي ضاع منه دون أن يستفيد منه ودون أن يستثمره. معلمتي الغالية جميلة رمضان هي التي علمتني الأدب والأخلاق، وكانت لنا أكبر مثال، وعلمتنا الاحترام الأهل والأصدقاء، وعلمتنا كيفية احترام المعلمين والأهل، وأنا أحترمها وأقدر جهدها في إنشاء جيل واعٍ ومتعلم وقادر على بناء المستقبل. بالطعام والشراب، لو انك اخذت تلك الجواهر لاهتممت انت وزوجتك بالطعام والشراب. تقاعست عن العمل. انا ايضا مع الحورية، ايضا انا في صف الحورية، ايضا انا مع الحورية. امسك بيدها لاقول لك لماذا تخليت عن الجواهر التي ممكن أن تساعدك في حياتك التي هي صعبة جدا وأنت تحتاجها أيضا. نشكر أمنا الثانية المعلمة جميلة رمضان على ما بذلت من جهد في تعليمنا وغرست في قلوبنا الأخلاق الحسنة والتسامح والمحبة، ولن ننساها أبدا وسندعو لها بالخير. انتهت القصة. أنا مع الصياد العربي السوري ولست مع صياد الحكاية. صياد الحكاية أضاع فرصة العمل وأضاع أن يأخذ الجواهر وأضاع أن يعيش العيشة الرائعة، فأنا مع الصياد العربي السوري. قد يكون معلما يصطاد المعلومات ليغرسها في عقول أطفاله، قد يكون جنديا يصطاد قلب الصهيوني ليبعده عن بلادي، قد يكون عاملا، وما أروع العامل في عملي مهما كان، ولو كان في تنظيف الأرض، مهما كان العمل، العمل حر، العمل شرف، العمل كرامة. حفظ كتاب الله تعالى وعلمتنا بالعلم نبني وطننا، وأن نكون يدا واحدة على مسيرة التعليم وحب الوطن والصدق والأمانة والإخلاص. أريد أن أقارن بين من يعمل ومن لا يعمل.
أريد أن أقارن بين من يعمل ومن لا يعمل. الإنسان الذي يعمل من يقرأ لي؟ كيف تكون نفسه وكيف يكون تقدير النفس؟ نعم بني، تكون عزيزا النفس معتمدا على ذاته. نعم، إذن الإنسان الذي يعمل لا يحتاج الناس ولا يطلب من الناس ولا يكون عنده ذل السؤال. الشرف انه الانسة جميلة رمضان هي تكون معلمتي بالصف الرابع والخامس والسادس. طبعا الانسة جميلة هي كانت امي الثانية بالمدرسة، كنت الجأ لها باي مشكلة بتصير معي. هي كانت تعلمنا الاخلاق قبل ما تعلمنا اي شيء ثاني. طبعا انا بتمنى لها الصحة والعافية والعمر المديد يا رب. بنيتي، من يحترم مجتمعه ولا يعمل كيف يكون احترام الناس له؟ نعم بنيتي، لا يحترمه الناس ولا ينفع المجتمع. نعم، لا يحترمه الناس ولا ينفع المجتمع. طبعا الأنسة جميلة غنية عن التعريف، فيها كثير صفات من اسمها، من جمال روح وأخلاق، لأنه أنا حبيت هاي المهنة من خلالها. هي كيف يخدم وطنه؟ تستاهل سوريا أنه نخدمها بعيوننا وبقلبنا وبروحنا. نعم بنيتي، كيف يكون خدمة الوطن من يعمل؟ ازدهار الوطن. من لا يعمل كيف يخدم هذا الوطن؟ نعم، أنسة جميلة رمضان أكثر من زميلة، كانت إلنا أخت، كانت إلنا أم، ساعدنا بكثير مواقف وقضايا تصير معنا بالمدرسة، فكانت يعني هي كثير حنونة بتصرفاتها بكلامها معنا ومع الطلاب. بتمنى لها كل التوفيق وبحياتها، لأنها كانت عن جد رمز للعطاء والتفاني بالمدرسة. أوصيكم قطعة من قلبي أنتم، أوصيكم أطفالي، هذه البلد سوريا تعاني من وجع، علينا أن نكون كلنا يد واحدة، متكاتفين متعاونين لبناء هذا الوطن. سوريا صخرة الله على الأرض. هي ضلت ثابتة، علمتنا عن جد حب المهنة. أي شيء بيصير بالمدرسة نحن بناخد استشارتها فيه. دائما لكل الطلاب، ما بتنادي لين غير يا ماما او يا ابني، فعن جد بتحسسنا هي ام لكل طالب هون، وهي اخت لنا، ونحن بنتمنى لها كل خير وكل سعاده، يا رب هيك تتوفق بحياتها وتكون سعيده. أساتذتنا تركوا أثر فينا وكان لهم فضل علينا، بس اللي تركته الأنسة جميلة هو اللي رفعنا كل الحياة، زرعت فينا الإيمان والمحبة والسلام. حتى بمشروع التخرج لما تخرجت من كلية التربية يعني وجهت لها شكر خاص لإلها من بين الناس اللي شكرتهم، لأنه فعلا هي كان دائما إلى الأثر الأكبر. بتمنى لها كل الحب وكل الحياة السعيدة، لأنها هي فعلا تستاهلها، عطتنا إياها وبتمنى أن تلاقي كل خير بحياتها. أريد أن أعطي وظيفة للمنزل. تنوع المهن ضروري أم نعتمد
على مهنة واحدة. يا بنيتي بني ماما ماما، أم نعتمد على مهنة واحدة؟ تنوع المهن ضروري، أم نعتمد على مهنة واحدة؟ وظيفة للمنزل، وظيفة للمنزل. الآنسة جميلة رمضان ليست فقط معلمة، بل هي مربية فاضلة، مربية أجيال، خرجت أطباء، خرجت مهندسين. فوائد العمل، ما بس حكينا عن فوائد، حكينا صفات وقارنا بين من يعمل ومن لا يعمل. أريد عنوان كبير وعريض. نعم بنيتي، لفتت نظري الأنسة جميلة بهذا العطاء المتميز، بهذا الحماس، بهذا الحب للعمل، رغم أنه تعرضت لحادث إرهابي. هذا الحادث الإرهابي ما خلاها تتوانى عن عملها، بالعكس زاد حماس، زاد إصرار، زاد حب للعمل. من خلال هذا الحماس وهذا الحب للعمل جعلتنا نحن ما نستسلم، عطتنا الدافعية أكثر للعمل، عطتنا الدفء اللي نحن بلحظات معينة كنا بنحتاج إليه. أنتم أطفالي، أنتم أبنائي، أنتم أبناء الوطن، يكفي أنكم أبناء سوريا، هذا أكبر فخر، أن تقولي أنا سورية أو أن تقول أنا سوري. شكرا لكم، شكرا للجهود التي ساعدتموني في إنجاز هذه الحصة، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. كانت تحاول توجهنا لربط المنهاج الدراسي بالواقع العملي للتلاميذ، والتلاميذ نبني سوا، كنا نعطي المناهج لحتى نربط هالمنهاج بالواقع العملي للتلميذ، من حيث حب الوطن، حب المدرسة، الاجتهاد، الحافز نحو المستقبل الرائع. شكراً. أمانة الله يا أبنائي سوريا، أمانة الله سوريا، تستاهل هالبلد، تستاهل. نل نعمل 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 إلى غير وقت. بعد مسيرة 42 سنة أنتوا كنتوا قطعة من قلبي، وكنتوا قطعة من روحي، وأنتوا قطعة من هالبلد، هالبلد اللي عم يغصصني دائما، هالبلد اللي ما فيني ولا دقيقة وفر دمعتي إلا ما تنزل. شكرا. أنا تخرجت بسنة 80-81، تنقلت بعدة مدارس. على سبيل النكتة، إحدى المدارس اللي كنت روح عليها، المكرة اللي كنت فيه، كنت حامل حصيد بالمكرة، بدي أطلع ما قدرت أطلع. بلشت عم قل له رح أتأخر عن المذاكرة، تعز الله. قال لك يا أختي أنت رح تموتي إذا ما قالك خبر، وقاعدة عم تسألي إذا تأخرتي عن المذاكرة على سبيل النكتة مو أكتر. وكفيت. بعدين بعد هالرحلة الطويلة اللي كانت عامرة بالتعب، بالوجع، بالألم، بالقهر، بالبعد الفظيع اللي هلأ أنا بحسد معلمين هالأيام، القرب ونحن هالبعد اللي كنا فيه، وصلت للمدرسة اللي أنا كنت فيها صف أول، اللي هي أمل العروبة، وإلي الفخر إني عم بعلم فيها.
أمل العروبة أطعم الروح أطعم القلب. يعني مو قليل 6 سنين وأنا طفلة فيها، وبعدين أرجع 30 سنة عطاء فيها، والله دون كلل ودون ملل. كان الطفل حياتي، كان الطفل روحي، أطفال من العروبة أطعم قلبي. الأنسة جميلة رمضان بالنسبة لي أكثر من مجرد أم، لأنه هي بالفعل كانت بكل مرحلة من المراحل. لما كنت طفلة كانت طفلة، لما كنت صبية كانت صبية، لما اللي أنا بهي المرحلة اللي هي مرحلة الوعي أو النضوج أو الخيارات الصعبة، فهي بنت هذا الزمن وبنت هذا العصر. هي شخص معاصر وبيفهم الحياة كتير منيح، لكن بشكل أساسي كان عندها أنه لا تبحث عن شيء هو حقك بالحياة، بحث عن شيء أكبر اللي هو الرسالة، لأنه حقك البديهي إنك تاخده، بديهي تكون متفوق، بديهي تكون دارس، وبديهي تكون شخص غني، خلينا نقول روحياً وفكرياً قبل مادياً. لكن دائماً هي كانت عم تقلنا بحث عن القيمة المضافة، عن الأثر، سواء بالعلاقات، سواء بالأماكن العمل اللي بتدخلها. كون صادق مع صديقك، كون صادق مع جارك، كون صادق مع مديرك، كون صادق بأي مكان أنت بتكونه، لأنه الصدق هو بوصل. كون حقيقي ولا تجرب تكون شخص تاني غير اللي أنت عليه. كون شخص محب، لأنه بالحب ببساطة بتقدر توصل لأماكن ما كنت بتتخيل أنك بتقدر توصلها. عبر مسيرتي التعليمية اللي كان فيها تنقلي بعدة مدارس، وهالمدارس الأغلب منها، مو الأغلب كلها، كانت بعيدة عن مكان بيتي. على سبيل النكتة، إحدى المدارس اللي كنت بدي رحلة ابني كان مستمع، حطيته بالمكرو والمكرو سحب، وبلشت بكاء وركض ورا المكرو، يا نزلوا لي ابني يا طحوا طالعوني، بس استنوني وطالعوني. هاي من أحدى الأمور اللي كانت تتعبني أنا وأسرتي. طبعا إجي من المدرسة إرهاق تام، تعب تام، بس والله كان كل الجهد وكل العطاء وكل الضمير كان بمكان مدرستي. ياما بهاي المقعد هون تحركت، هون بالباحة مشيت، هون أكلت الصندويش اللي هي سانتي بس، هون اللي ضحكة، هون بكوة. بعد هال6 سنين بأمل العروبة كان عطائي الأكبر والأعظم إني تكون لي عيلة تانية، المعلمات، المديرة، الاختصاصيين، المكتبة، فكانوا هنن بمثابة أخوي ورفقة. كبر فين العمر، صاروا بقى مثل أولادي. والله ما حس إنه عم بتعامل، عيط لها للمعلمة يا ماما، ما عيط لها يا أنسي فلانة، عيط لها يا ماما حاكيني. حتى الأولاد يمضى فصل ما أعرف اسم الولد، لأنه شو كل له، تعا ماما حاكيني يا ابني، ماما شو عم تشتغلي. هذا كان الوضع. والله بكل ثقة وبكل ضمير وبكل أخلاق كانت هالمهنة أخذي من قلبي ومن عقلي ومن ضميري. المدرسة كان لها نصيب والبيت كان له نصيب، فهالتوفيق كان عملية كتير صعبة، وعملية ما أنا بالأمر السهل، خصوصا انه ما كنت، حتى اولادي بيقولوا لي انت ام غير عاديه. ما كنت ام عاديه لا لطلابي ولا لاولادي. عملت بصمتي بمدرستي وعملت بصمتي باولادي. الحمد لله ربيت اسره من اروع واطيب الاولاد،
بنوتي رباب، ابني كميت، بنتي رولا، على الأخلاق، على القيم، على المبادئ، على حب وطنهم، على كل شيء فيه صدق وأمان وأخلاق، شربتن ياه بدمهم وبأعصابهم، حتى بخلايا الجلد، بخلايا الدماغ، كان كله ينزل. أيها الطفل العربي السوري، أنت طفل عشت ظروف سيئة، أنا معك في قلة مادية، أنا معك في أمور تعبيتك، أنا معك، بس حط واجباتك المدرسية دون تقاعس ودون كلل أو ملل. الله يوفقها يا رب، إلى عندي كل الشكر، ربتني وعلمتني وربت أولادي وعلمتهم، الله يوفقها يا رب. رسالتي إلى كل معلم: الضمير والوجدان والأمانة، والله ما إلي غير هالثلاثة، الضمير والأمانة، وواجبك تأدي على أحسن ما يرام، وهذا الطفل أمانة برقبتك، أمانة أمانة أمانة، لأنه الإنسان هو غاية الحياة، هو منطلق الحياة. رسالتي لكل إنسان من خلال موقعك مهما كان بسيط، إن شاء الله تكون عامل تنظيفات في بلدية أو عامل تنظيفات في شارع، تبني بهالبلد وتعطي هالبلد أمانة 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 من قلبك ومن ضميرك، لأنه هالبلد بتستاهل نشيلها من اللي هي فيه ونطلع فيها للأعلى، لأنه سوريا بصمة الله على الأرض وصخرة الله على الأرض. قدمت العلم بمحبة، فحصدت المحبة من طلابها وزملائها وكل من رافقها في مسيرتها التعليمية، صارت قدوة لطلابها ولمن حولها. انتظرونا في حلقة جديدة مع صانع نجاح جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.